اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فيديو جديد يا بنات، لايك واشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا على الفيديو. الفيديو زي ما انتم شايفين كده، دول الواحده من دول 5 كيلو لحمه، تمام؟ يعني دول 20 كيلو لحمه مفرومه، تمام؟ هنعمله ايه النهارده؟ هنعمله افطار لاي حد في الشارع، تمام؟ فكره حلوه جدا. مش لازم تعملي كميات، اعملي اللي تقدري عليه. ان شاء الله شويه مكرونه وشاورما، وان شاء الله 5 اطباق، ان شاء الله طبقين، اي حاجه. اجبري بخاطر اي حد بجد، احسن حاجه تعمليها هو الخير. الخير هو اللي بيقعد للبني ادم، غير كده مفيش حاجه بتقعد، تمام؟ فجبنا 20 كيلو لحمه مفرومه، بس هي متجمده، تمام؟ كنا حاطينها في الفريزر من بالليل، فهنتبلوها مع بعضينا. هنا هنا اللحمه المفرومه، تعالي نشوف جبنا ايه تاني. جبنا كمان 20 حزمة بقدونس، يعني لكل كيلو حزمة بقدونس. جبنا نص فلفل بارد ونص فلفل حامي، وجبنا 10 كيلو بصل، يعني كيلو اللحمة هياخد نص كيلو بصل اهوت، تمام؟ فيلا بينا على الفيديو، نسمي الله ونشوف هنعمله ايه مع بعض. بقى فرشت المفرش بتاع رمضان دوت، اللي هو مفرش اللي هو استخدام مرة واحدة، وجبت الصينية، وهبتدي بقى ان انا ايه اقطع البصل بتاعي، تمام؟ عشان خاطر افرمه في الكبة. بعد كده ابتديت ان انا اقطع البصل بتاعي، وعايزه اقول لكم ان البصل الابيض ده بيبقى حامي جدا جدا جدا، تمام؟ فابتديت ان انا اقطع البصل بتاعي. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده فيه مقاطع كتير ما عرفتش اصورها، بسبب ان انا كنت لوحدي والكميه كانت كبيره، وكنت عايزه اخلص علشان نقدروا نطلعوا الاكل دوت على الفطار، انتوا فاهمين ازاي؟ فعايزه اقول لكم البصل تعبني جدا، خلاني اتقفلت من بقيه اليوم، تمام؟ البصل الابيض ده بجد حاجه متعبه جدا. بصوا، انا اول بصلتين عيني دمعت بطريقه لا تتخيلوها. المهم خدت نفس كده، وبقيت بقطع البصل وانا مش بصله، انتوا فاهمين ازاي؟ اني جربت ان انا البس نظاره وانا بقطع البصل، بس برضك لا، البصل الابيض ده حامي جدا. فهنا انا كنت بخرط بقطع البصل بتاعي، بنضفه وبعدين هغسله وبعدين هفرمه في الكبه. انا اتخيلوا ان انا قطعت لوحدي 10 كيلو بصل، يا سلام. لو بجد بقى مخنوقه، تعالي قطعي بصل معايا، بجد هتعيطي على اللي راح وعلى اللي جاي وعلى كل حاجه. فزي ما انتم شايفين كده، ده كان البصل اللي انا بقطعه. بصوا بقى يا جماعه، انا كده اخر قطعت 5 كيلو بصل. عايزه اقول لكم انا عيني مش مستحملاها بجد، حرفيا عيني تعبتني جدا. دول 5 كيلو هشطفهم هفرمهم في الكبه ونشوف هنعملوا ايه تاني. بعد كده جبت الكبه بتاعتي، وابتديت ان انا افرم البصل، تمام؟ وتبلت اللحمه المفرومه بتاعتي بفلفل اسود وملح وشويه بهارات لحمه، هما دول بس اللي حطيتهم. وطبعا زودت فلفل تاني، يعني خليت لكل 10 كيلو كيلو فلفل، تمام؟ عشان حسيت ان كيلو فلفل على 20 قليل جدا. فهنا كنت بحط البصل، وطبعا كنت حاطه اللحمه اللي فكت كده مع البصل. وعايزه اقول لكم ان البوله دي ما كفتش، فاضطريت ان انا افرش المشمع الرمضاني ده على الرخامه، وابتدي ان انا اعجن اللحمه عشان اللحمه كلها تخش فيها البهارات، تخش فيها التوابل، وتبقى كلها نفس الطعم ونفس كل حاجه، تمام؟ عايزه اقول لكم كانت كميه كبيره، اول مره في حياتي اعمل كميه كبيره شبه ديت. كمان اول مره ان انا اعمل كميه شبه دي واكون لوحدي، تمام؟ فبصراحه كان بالنسبه لي تحدي، على قد ما كنت متحمسه جدا للتحدي، بس حرفيا تعبت، تعبت لاني بجد والله العظيم كميه كانت كتير على دراعاتي، وانا دراعاتي اصلا ما بتستحملش، ما اقدرش اعمل بيها حاجه، مجهود كبير، بحس ان هي ايه بتتعب بسرعه. انا كنت ببهر اللحمه بالفلفل الاسود والملح، تمام؟ وهبتدي بقى بعد كده اللحمه اللي هتفك، هبتدي ان انا اخلطها مع اللحمه التانيه. طبعا انا كنت قلت لكم ان انا فرمت 5 كيلو بصل، ورجعت فرمت ال5 كيلو التانيين، كنت باخد ايه هدنه من هنا لهنا لهنا لحد ما خلصت كل الكميه، وعبيتها في اكياس، اللي هي اكياس كبيره كده، اللي هي اكياس طعام بس كبيره، عشان انزل الفرن وابتدي ان انا اخبزهم. عايزه اقول لكم التتبيله وتجهيز اللحمه وكل ده كوم، وان انا انزل اخبزهم ده كان كوم تاني بجد بجد. هنا بقى يا بنات في الفرن، وابتدينا ان احنا نقفله ونحطه على اللحمه، تمام؟ وعملنا 250 رغيف. عايزه اقول لكم من اجمل الحاجات اللي عملتها في حياتي، شكل العيش كان شكله يفرح. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك للقناة، وما تنسوش كمان تعملوا افطار صايم، حتى لو بوجبة او بوجبتين من الاكل اللي بتاكلوه، دي من احلى الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك.